يوم جديد وأكيد حلقة جديدة من برنامج سيدتي. أرحب بكم أعزائي المشاهدين وأكيد أرحب بزميلاتي لليوم. أهلا وسهلا فيك كيديري ومساكم الله بالخير مشاهدينا، وكالعادة راح نبدأ بأبرز الأخبار لليوم مع أودي. أكيد بنات راح نبدأها بأهم الأخبار وأبرزها وأخبار خفيفة. نيوم تعلن فتح باب القبول لبرنامج الابتعاث المنتهي بالتوظيف، وأكدت أن البرنامج يستهدف الطلاب والطالبات المتوقع تخرجهم من العام الدراسي الحالي، وأكدت أن باب التقديم سيظل مفتوحا حتى 27 من شهر نوفمبر، وأوضحت أن التقديم سيكون عبر موقع نيوم. النقل ترفع العلم السعودي على البارة. أعلنت الهيئة العامة للنقل انضمام ناقلة الغاز السعودية العملاقة البارة إلى الأسطول البحري السعودي وبدء دخولها في الخدمة بالمنطقة الشرقية. انطلاق ملتقى حوارات المملكة عن بعد، نتحاور لنتسامح. لتفاصيل أكثر نتابع التقرير. تزامنا مع اليوم العالمي للتسامح، نظم مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني ملتقى حوارات المملكة الثالث بعنوان نتحاور لنتسامح. نحن كمركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني معنيون بقضية الحوار، باعتبار أن الحوار هو وسيلة من وسائل نشر مجموعة من القيم من ضمنها قيمة التسامح. الله سبحانه وتعالى خلق هذا الكون أخي الكريم متنوع، مختلف، أديان مختلفة، أعراق مختلفة، ألوان مختلفة، أجناس مختلفة، قبائل مختلفة، مناطق مختلفة، فلذلك هذا سنة الله في هذا الكون. المطلوب هو حقيقة لتحقيق الرخاء والازدهار والأمن والاستقرار هو وجود التسامح بين الشعوب وبين وداخل المجتمع الواحد. هذا التنوع وهذا الاختلاف يقتضي من أجل الاستقرار والأمن وجود درجة عالية من التسامح. نحن في المملكة العربية السعودية ولله الحمد منذ تأسيسها على يد الملك عبد العزيز كان الهدف هو فعلا استخدام الحوار كوسيلة لتحقيق التسامح، فلذلك وجدنا ولله الحمد ذلك المجتمع المتصارع، المجتمع المتحارب، المجتمع الذي تدور بينه الخلافات يتوحد، فأصبحنا نرى من الشمال إلى الجنوب ومن الشرق والغرب والوسط كلهم أخوة متحابين ولله الحمد تجمعهم راية لا إله إلا الله وفي وطن واحد اسمه المملكة العربية السعودية. أنا أعتقد أنه هذا لم يأتي من فراغ وإنما أتى من جهود المؤسس ورجاله الذين أسسوا لنا هذا الكيان ثم القيادات المختلفة للمملكة العربية السعودية. هذا على مستوى الداخلي حرصا على الأمن والاستقرار. أما على مستوى الدولي فالمملكة العربية السعودية هي عضو في كثير من المنظمات الدولية التي تعنى بقضايا الحوار والسلام، بل إنها تدعم هذا وتقدم. المملكة هي ثاني دولة في العالم تقدم مساعدات للأمم والشعوب التي تعاني من الحروب والكوارث والصراعات وغيرها، ومع ذلك المملكة العربية السعودية من باب التسامح الموجود لديها وأيضا القيم التي تسير عليها هي تدعم هذه الشعوب لتخفيف المعاناة عن كاهل تلك الشعوب. البريد يصدر طابعا تذكاريا لذكار السعودية. أصدرت مؤسسة البريد السعودي طابعا بريديا من فئة 3 ريالات وبطاقة بريدية من فئة 5 ريالات عن رالي داكار السعودية، يتزامن مع قرب انطلاق نسخة الرالي الثانية. واتساب يطلق 4 مزايا جديدة، وتتمثل الميزات في تخصيص خلفية مختلفة لكل دردشة وإمكانية استخدام حساب واحد على أكثر من جهاز دون الخروج من الحساب الآخر، وتتضمن أيضا وضع الإجازة اللي تساعد المستخدم على تجاهل الإشعارات الدردشات حسب رغبته. وإلى تويتر مع حوار بين معالي المستشار تركي آل الشيخ وبتال يتصدر الترند في تويتر بعد ما وضح فيها تفاصيل حالته الصحية وغيرها. وغرد كثير من الناس معلقين على الحوار في هاشتاج تصدر قائمة الترند هاشتاج حوار أبو ناصر وبتال، وإحنا أكيد بدورنا نتمنى السلامة له.
وإلى الإنستغرام مع الفنان يوسف الشريف اللي يتصدر الترند بعد ما شارك جمهوره بوستر مسلسل الجديد كوفيد 25 الرمضان 2021. فقراتنا ما زالت مستمرة لكن بعد الفاصل.